سجل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر رقما قياسيا عالميا جديدا بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول شبكة مترو بدون سائق في العالم بطول 74 كيلومترا و 694 مترا. ويضاف هذا الإنجاز إلى إنجاز آخر كان قد سجله الخط الأحمر لمترو دبي في سبتمبر الماضي بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول خط لمترو يعمل بدون سائق في العالم بطول 52 كيلومترا. وتسلم سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات الشهادة من السيد طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط. وهدى سعادة مطر الطاير الإنجاز إلى مقامه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي كان الدعم الأساسي لمشروع مترو دبي. وقال أن تنفيذ مشروع مترو دبي جاء ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في النهوض بإمارة دبي في مجال البنية التحتية.